فعشرة كتب طبعاً، كتب ينتقد على موضوع إيه؟ يعني حد الاحتمالية الشاملة الملزم، أو الاحتمالية الشاملة إيه؟ الملزمة، اللي هو Universal Probability Bound بتاعت ويليام ديمسكي. قال لا أدري أصلاً كيف حسبها ديمسكي، وهذا من رواد قال أو من نجوم التصميم الذكي، كأنها بحد ذاتها تهمة. إذا كنت تقول بالتصميم الذكي فأنت غبي، هكذا هذا معنى النقل. أبداً، ناقش الحجة كما هي. أنا سأتلو عليكم مرة أخرى من أين أتى ويليام ديمسكي بإيه؟ بهذا الرقم العجيب. ديمسكي قال أي احتمال أيها الإخوة، أي احتمال يتجاوز هذا الاحتمال الذي حددته يساوي الصفر، عدم، مستحيل أن يقع. 10^(-150). إذا 10^(-151) عدم، -150 عدم، -149 في، وهذا احتماله. هذا الاحتمال قديش هو هذا؟ 1/1 قدامه إيه؟ 149 صفر. ضعيف جدا جدا جدا، بس ممكن، ممكن في هذا الحد فقط، إنه 1/10^149، واضح؟ ضعيف جدا، لكن مش عدم. العدم الصفر زيرو إذا 10^(-150) أو 1/10^150. ليه؟ قال لك من لا أعرف من أين أتى ديمسكي. أتى بها بطريقة ذكية جدا جدا، ذكية ومحكمة. هذا الرجل قال لك بحسب معطيات العلماء، مقررات العلماء، عدد الدقائق الذرية في الكون القابل للرصد، المرصود والقابل، هكذا كتب بالضبط يعني، observable universe أو كوزموس، 10^80. تخيل، مش 800 و 8000، 10 الدقائق الذرية، مش الذرات، الدقائق الذرية، إلكترون، بروتون، نيوترون، 10^80 فقط في الكون كله. أنا حكيت 10^100، هذا شيء مخيف يعني، طبعاً مش شيء سهل. بعض الناس يقول لك يعني إيه عادي، أنا أعتقد أنه يمكن في أصبع يدي في من الدقائق الذرية 10^500. أنا مش فاهم حاجة، أسأل علماء الفيزياء أنت. كل ما في الكون من الدقائق الذرية لا يزيد على 10^80 فقط. هذه الأرقام مخيفة هذه. طبعاً كل ما في الكون، الدقائق مش الذرات، الدقائق الذرية، 1/2 الترانزيشنز، التحولات الفيزيائية، physical transitions اللي بتصير في الثانية الواحدة، أقصى معدل إلها كم؟ 10^45 تحول في الثانية، أكثر شيء. هذا أسرع تحول ممكن، مستحيل غير هيك، مستحيل. ليه؟ لأنه بتخطى حتى زمان بلانك، رقم صحيح. هذا عكس الإنفيرس، هذا عكس زمان بلانك. هو قال ديمسكي، قال هذا معكوس زمان بلانك، غير هيك مستحيل، ما في، ما في، ما في إمكانية يصير أي ترانزيشن. فإحنا عندنا أكبر احتمال، يعني أقصى حد ممكن لأكبر عدد من التحولات يقع في ثانية، 10^45 تحول. يعني إجراء العمليات هو أسرع ما يكون في الثانية. بعدين عندك 10^25 مليار مرة طول عمر الكون محسوباً بالثواني. يلا لهذا الحد كمان، شوف كم ضعف. أضرب 10^80 في 10^45 في 10^25 بطلع 10^50. فكرة عبقرية في نظري. 10^150، أنا كم قلت؟ 10^150. 80^(-45)/(-25) 150، بطلع 10^150. فأي عملية بدك إياها أسرع ما يكون على أدنى مستوى على كل هالإيه الدقائق هذه، فهالزمن المضاعف هذا للكون بالثواني، عندك في الأخير إيه؟ 10^150. فإذا عندنا أي احتمال عاد بيصير 1/10^150، ما فيش منه هذا، الكون لا يسمح، الدقائق لا تسمح، سرعة العملية لا تسمح، عمر الكون لا يسمح، كله لا يسمح، من وين حتفسر لي نشوء الجهاز اللي كذا ونشوء الخلية ونشوء؟ إذا كان نشوء وانبثاق جزيء بروتيني واحد كما قال تشارل يوغين جي، 10^160، 1/10^160، يعني 10^-160، يعني هذا يساوي الصفر، ما يساوي الصفر، يساوي الصفر.
أنا حسابياً علمياً مستحيل يتكون جزء بروتيني واحد بالصدفة، مستحيل. هذا العلم واضح؟ تمام.